بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الأسطورة 28، أين الثرى وأين الثريا ابن تيمية والفخر الرازي. وكان الكلام في خطوتين، الخطوة الأولى أساس التقديس للفخر الرازي، وذكرنا باختصار مضمون كتاب العالم الشيخ الإمام الرازي وإشارات إلى منهج البحث العلمي فيه. انتهى الكلام في الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أعطينا هذا العنوان، خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة، لأننا سيكون لنا كلام مع خبر ابن عباس، لأن ابن تيمية أبرز بعض الكلام وأطال في الكلام بخصوص ما ورد عن ابن عباس من خبر أو من أخبار ترجع إلى ابن عباس وتنسب إلى ابن عباس. إذن الخطوة الثانية، خبر ابن عباس رأيت ربي في أحسن صورة. قلت سابقا، دخلنا في هذا أو في هذه الخطوة، قلت لا زال الكلام في مورد البحث مع أساطير تيمية في خبر ابن عباس في رؤيا العين، ولنعرف هنا أصل المطلب الذي ناقشه ورد عليه ابن تيمية، وسنعرف شبكة ومتاهات حشو الكلام الذي حشى به ابن تيمية كتابه كما هي عادته في كل ما يكتب أو ينسب إليه، فهو في مقام الرد على الجهمية من خلال الرد على الرازي. وهنا أمران، الأمر الأول، قال ابن تيمية فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم. إذن فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم، وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه. من القائل؟ ابن تيمية يقول فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه أحدها والثاني والثالث والوجه الرابع والوجه الخامس في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع. أقول وحسب مراجعتي واطلاعي الإجمالي على أكثر ما في بيان تلبيس الجهمية، فإني لم أجد أوضح من هذه العبارة التي يظهر فيها أن ابن تيمية قد عبر فيها عن رأيه واختياره بشيء من الوضوح والبيان في مسألة من المسائل أو مورد من الموارد، لم أجد إلا هذا المورد، وسنعود إلى هذا المورد مرة أخرى في أسطورة مستقلة، ربما يوجد في مكان في مقام آخر في نفس الكتاب بيان تلبيس الجهمية، الله العالم، لكن حسب ما استقرأت وراجعت فإني لم أجد أوضح من هذه العبارة التي يظهر منها أنه قد عبر عن رأيه. ومع هذا سنرى ماذا يقول التيمية وماذا يقول الجهال أتباع تيمية. الأمر الثاني، قال الفخر الرازي في أساس التقديس، يعني أنت بعد هذا ستعرف ماذا سيقول التيمية هنا، ما هو بيان التيمية هنا، ما هي ردود فعل التيمية على هذه العبارة التي نقول هي الوحيدة التي فيها ما يظهر أنها تعبر عن رأيه وعن مبناه. لاحظ، كتاب طويل عريض بصفحات كثيرة، الله العالم، ربما تصل إلى آلاف الصفحات حسب ما هم يقيدون ويضعون من أرقام، حسب ما يشتهون وحسب ما يريدون من تدليس والتغرير بالآخرين. فأوضح ما قال هذا هو هذه العبارة في هذا المقام، وعندما تضيق عليهم دائرة العلم والبيان والحجة حتى هذه العبارة سنرى بأنهم سينكرونها أشد إنكار. فأنت قارن بين هذا الطرح، هذه الضحالة العلمية، هذا الفكر الفارغ لابن تيمية مع ما ذكرناه من الإجمال في كتاب أساس التقديس للفخر الرازي. الأمر الثاني، قال الفخر الرازي في أساس التقديس ورتبته على أربعة أقسام، مر علينا هذا الكلام. القسم الأول في الدلالة الدالة على أنه تعالى منزه عن الجسمية والحيز. القسم الثاني في تأويل المتشابهات من الأخبار والآيات، وقال هذا كان فيه فصول، الفصل الأول إلى الفصل الثاني والثلاثين، أي الفصل الأول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الثاني والثلاثون. في الفصل الأول قال في إثبات الصورة، يهمنا أن ندخل، لاحظ أين في القسم الثاني من كتاب أساس التقديس، في الفصل الأول من القسم الثاني،
وهو تحت عنوان في إثبات الصورة. ماذا قال الرازي هنا؟ يرجى الالتفات. اعلم أن هذه اللفظة ما وردت في القرآن ولكنها واردة في الأخبار. إذن عنوان الصورة لم ترد في القرآن لكنها إن وردت؟ وردت في الأخبار. فعندما يهاججك التيمية في قضية المستحبات والمباحات والواجبات وتعظيم الشعائر ويتحدث لك بالقرآن ويريد منك الدليل من القرآن، فقل له أنت أول مبتدع، لا يوجد عنوان صورة في القرآن. عنوان الصورة، الصورة لله، لا يوجد في القرآن، وأنت أتيت وناقشت وأثبت وقتلت على عنوان الصورة وهي لا توجد في القرآن. نعم توجد في التوراة وفي الإنجيل، توجد في الأساطير الهندية والهندوسية والبوذية والصابئية والحرانية، يوجد الصورة، لكن الصورة لا يوجد في القرآن. ابحث عن أصل ما عندك. وبعد هذا كفر الشيعة والمعتزلة والأشاعرة والصوفية وغير هؤلاء من المسلمين وأهل القبلة ومن غير المسلمين. انظر إلى أصل الأفكار والمعتقدات التي تعتقد بها. لا نحكي شيئا إلا بالدليل، هذا من الدليل. التفت جيدا أنه لا يوجد عنوان الصورة، صورة الله لا توجد في القرآن. من أين ابتدعت هذا يا ابن تيمية؟ إذن مجرد هذا في مقام الاحتجاج عليهم، في مقام الاحتجاج على الجهال الذين يحتجون علينا وعليكم، ليس أكثر من هذا. لكن نحن نتمسك بالقرآن ونتمسك بالسنة.